ما رأي فضيلتكم في الإمام العالم العلامة ابن إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي، وما رأي فضيلتكم في كتابه قصص الأنبياء والمسمى بالعرائس؟ لا أعرف عن هذا الكتاب شيئا، ولكن غالب على كتب القصص والوعظ أنها يدخلها شيء من التساهل في الصحة، صحة الأسانيد وسلامة المتون التي فيها، هذا هو الغالب على هذا النوع من الكتب. وأما المؤلف فلا أعرف عنه شيئا، ولكن الغالب على كتب القصص وكتب البعض أنها لا تخلو من ملاحظات. والقصاص أيضا تعروا عند أهل العلم والمحدثين بتساهلهم، وكان العلماء يحذرون من تساهل القصاص ويحذرون من قبول ما يذكرونه إلا بعد التمحيص وبعد العرض على الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. مصداقا لما تفضلتم به في صالح يذكر القضية التالية ويقول إنها وردت في ذلكم الكتاب، يقول: نحن نعرف أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولكن ذكر في هذا الكتاب أن هناك اختلافا بين أئمة المسلمين حول الذبيح، فقسم منهم يقولون إنه إسماعيل، والقسم الآخر يقول إنه إسحاق، والأئمة الذين قالوا إنه إسحاق بن إبراهيم عليه السلام استشهدوا بالحديث التالي عن العباس بن عبد المطلب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدقت نبيك ومت بنفسي للذبح، فلا تدخل النار من لا يشرك بي شيئا، فيقول الله: من لا يشرك بك شيئا، فيقول الله: وعزتي لا أدخل النار من لا يشرك بي شيئا. أرجو التكرم من فضيلتكم ومدى صحة هذا الحديث، وأرجو التوضيح من هو الذبيح، جزاكم الله خيرا. أما ماذا الحديث فهو صحيح، جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما في حديث معاذ قال: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، والحديث ثابت في الصحيح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن من سلم من الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. وهذا إذا كان سالما من المعاصي الأخرى لا شك أنه يدخل الجنة من أول وهلة من فضل الله سبحانه وتعالى وبحسب وعد الله، والله لا يخلف وعده، وهذا في حق من حقق التوحيد، بمعنى أنه سلم من الذنوب والمعاصي. أما من كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك ومن الكبائر فهذا تحت المشيئة ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه موحد من أهل التوحيد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما الذبيح نعم اختلف العلماء في تعيينه، فالجمهور على أنه إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل هو الكبير، ودائما إذا ذكر الله جل وعلا إبراهيم يذكر بعده إسماعيل، ما يدل على أنه هو الابن الأكبر. ومن العلماء من ذهب إلى أنه إسحاق، لأن الذبيح إسحاق، والصحيح هو الأول أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأدلة كثيرة، منها لأنه في سورة صافات لما ذكر قصة الذبيح فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وحديناه بذبح عظيم تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
العالمين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لما فرغ من قصة الذبيح قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أدل على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. ونعم هو البشارة جاءت بإثنين، جاءت بإسماعيل وجاءت البشارة أيضا بإسحاق، كما قال تعالى وبشرناها بإسحاق امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الآية على أن الذبيح إسماعيل من وجه أنه قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فأخبر أنه يولد له، أنه يولد لإسحاق ولد وهو يعقوب. ولو كان هو الذبيح لم يتأتى أن يولد له وهو يذبح كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا شيخ صالح كيف توجهون هذه العبارة الواردة في هذا الحديث؟ فيقول يا رب صدقت نبيك وجدت بنفسي للذبح. الحديث لا يحتاج إلى نظر وإلى إثبات، فإذا هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى على أن الذبيح هو إسماعيل. ثم أيضا لا ندري عن سند هذا الحديث، أنا لا أعرف سند هذا الحديث، ولكن متنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. إذا يكون مركز للحركة هذه لأن يكون فيه نظر، لأنه فيه نظر. الله أعلم. جزاكم الله خيرا.